بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حسين عبد الله الغامدي، مدير مستشفى العقيق العام. زارنا وفد من التخصصي بخصوص توحيد معايير برنامج الأشعة المقطعية، نرحب فيهم، وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن نوصل إلى أعلى ما يقدم خدمة للمريض. هي فيو تاتش بس تغير فيها في الاثناء السكاني، هي في المعاد في الريزر مثلا حاجه ثانيه. يعني شوف الان انت يو اجري وذ مي في فرق.